طيب امبارح كان في احتفالية مهمة كانت تابعة لوزارة التضامن، أطلقت خلالها نيفيين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وهو من برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر، وبيهدف لتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية لمعرفة التنمية البشرية والاقتصادية. خلينا نتابع التقرير وأرجع لكم مرة تانية. لتشكيل الوعي الاجتماعي الإيجابي في المجتمع المصري، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي يتضمن 12 قضية هامة تخص تطور المجتمع المصري. وزارة التضامن بتطلق النهاردة برنامج وعي للتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة، وليس هناك استدامة أكثر من الاستثمار في البشر. بنطلقه في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مع تكثيف أكثر في محافظات الصعيد وفي جزء برضو من محافظات بحري. هو بيتم في اللي بيستهدف الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بيستهدف قرى حياة كريمة في المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حياة كريمة في 270 قرية كمرحلة أولى، والتي القرى التي يبلغ الفقر فيها 70% فأعلى. احنا مش بنستهدف الفقر المادي فقط، بنستهدف ايضا الفقر الفكري وفقر نوعية الحياة. فمبادرة حياة كريمة او القرى التي نعمل فيها في 11 محافظة بنمتد فيها، كمان بنستهدف فيها كافة برامج العمل في الوزارة. برنامج وعي يضم موضوعات ليست بجديدة، ولكن إجماليها مع بعضها كحزمة برامج توعوية 12 رسالة بتستهدف المواطن المصري الذي يليق أن تكون مصر تضم فيها. هم 12 قضية، منهم حقوق للشباب، قضاء على الإدمان، زواج الأطفال، ختان البنات، النظافة، صحة الأم والطفل، التعليم. بنقول للناس ان التعليم ده قوة في اي عمر. الجديد ان احنا بنجيب حزمة الموضوعات دي كلها في برنامج واحد، بحيث ان الشباب اللي هم تابعين للتضامن من رائداتنا ومكلفات الخدمة العامة ينزلوا بباكج او بحزمة متكاملة للأسر. الموضوعات دي كلها كمان المبنية على طلب المجتمع. هنبدأ اولا احنا نعمل شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، هنعمل تدشين للبرنامج عندنا في الوادي الجديد، وهنحاول ان احنا نعمل لقاءات على مستوى الخمس مراكز اللي هو الفرافره والبلاط والدخله والخارجه وباريس. هنبدا ان احنا نعمل طرق ابواب، هنركز على المراه لان هي يعني لازم المحور الثقافي عندها يتغير، وهنبث ثقافات كتيره جدا جدا. البرنامج ده بيرفع القدره بتاعتنا وبيرفع بيعمل لنا وعي جامد، لان احنا طبعا احنا بيدونا الدوره، انا ما كانش عندي معلومه باجي اخدها اقدر افيد. لا، ما احنا هنستفاد منها وهنطبقها على المدى البعيد. يعني احنا بدانا في شغل العنف من سنتين، كنا بنعالج مشاكل معينه، هم ضافوا لنا حاجات جديده نقدر نفيد منها القريه نفسها. ختان الاناث والزواج المبكر وصحة صحة المرأة والإقلاع عن الإدمان من أهم القضايا التي ناقشها برنامج وعي، ولكن لا بد من المشاركة المجتمعية حتى تحدث التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. مروة علاء، صوت الناس، قناة المحور.